السلام عليكم من جديد. راح نشرح حل هذا الوضع. هذا الوضع يبدو انه الابيض ميؤوس منه لانه الابيض مستحيل يلحق البيضة بالاي 6، ولكن الابيض عنده فكرة تعادل رهيبة. راح يبدأ بالنقلة حصان اي 7. طبعا الملك الاسود مجبور انه يروح على الاتش 7، انه لو راح على الاف 7 راح يلعب حصان سي 6، وإذا تقدم بالبيضة راح يلعب حصان E5 كش، راح يكش لهون وراح يلحق البيضة ويصير وضع تعادل. فإذا قلنا إنه الملك مجبور إنه يروح على الاتش 7، فراح نلعب بيضة G5 بيضة G6 كش، الملك راح يروح على الزاوية والملك راح يلعب على البي 4، راح يتقدم بالبيضة راح يلعب على السي 5 وراح يرقي وزير. وهون فكرة التعادل، فكرة التعادل انه يلعب ملك سي ملك دي 6. طبعا هون فكرة التعادل انه الوزير لحاله مستحيل يحسن يبعد الملك عن الحصان، وهيك انتهى الوضع بالتعادل.